جميل لمحكمه القضاء ورحيله واستشهاده يجب ان يمر بالاحترام، يجب ان يحتفل الشعب المصري كله بذكرى هذا الرجل الذي كان القاضي بحق الذي لم يأت جهدا في عمله وظل على حياده وظل يعمل، والشعب المصري كله يشهد لهذا الرجل بالحياد وبالقضاه، يعني تقديرا لهذا الرجل استنى هذه السنه ويقيم اليوم عزاء، واليوم هو باكر عزاء في نادي القضاه وبيت القضاه لهذا الرجل حتى يتمكن كل من يريد ان يقدم العزاء للقضاه في صابيه بالفالح ان ياتي الينا ويقدم الينا العزاء. التعديلات انا لم اطلع عليها بعد، ولكن احنا مش مشكلتنا العقوبات، مشكلتنا الاجراءات، نحن في حاجه الى اجراءات استثنائيه سريعه لسرعة إصدار الأحكام، ولا يلام على القضاء في البطء في إصدار الأحكام، هذا ليس لوم على القضاء، القضاء يطبقون قانون قائم وموضوع وسبق سنه، ومن يريد أن أحكام سريعة ويريد عدالة ناجزة فعليه تعديل القوانين، تعديل النصوص القانونية التي يترتب عليها البطء في إصدار الأحكام. مطلوب ليس فقط من الأمن أن يتحرك بمزيد من الكثافة مع تقدير كامل للدور الذي يؤديه، إنما مطلوب أيضا من وزارة الخارجية ومن الأجهزة الموازية لها والإعلامية أن تقود خطابا خارجيا إلى دول العالم التي تتربص بمصر وتروج لمجموعة من الأكاذيب إما عمدا أو لقصور في المعلومات التي تصل. قانون الإرهاب يجب أن يصدر وفورا، إنما التعامل مع القواعد العادية في القانون المصري ظني انها تحتاج الى قدر من المهل والاناه، وانه ليس من المستحب ان يتعامل معها بمنطق رد الفعل، لان رد الفعل قد يكون في اطار الفعل وقد لا يتاح له الدراسه. الارهاب لن يثني الشعب المصري عن انه يكمل مسيره البناء والديمقراطيه والتقدم رغم انف الجماعات الارهابيه ورغم محاولات الكثيرين هدم العمليه السياسيه. اي قانون يسرع الاجراءات لا اعتراض عليه، هو المهم ان احنا نفضل متمسكين بضمانات المحاكمه العادله. يعني تسريع الاجراءات لا يعني الاخلال بضمانات المحاكمات العادله، لانه الهدف هو انه يبقى في ضمانه للمحاكمه العادله.